السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبق خضار، خضار يعني شوربة خضار، بس شوربة الخضار بالبسلة والجزر والبطاطس، حاجة روعة جدا. وطبق رز بالبيض المسلوق، وبعدين قلناه، بنسلق البيض وبعدين نقليه. للناس اللي بره مصر ما يعملوش الوصفة دي، ورز طبعا أبيض مصري، وكانتالوب وخوخ وتفاح. فاكهة الصيف، كل سنة وانتم طيبين. فاكهة الصيف بدأت تظهر، ودي نعم من عند ربنا. ربنا يديمها لنا نعمه يا رب، احفظها من الزوال. وعايزكم تدعوا لي ان ربنا يوفقنا ان شاء الله، وعايزكم تنشروا الفيديوهات بتاعتنا، وعاوزكم اللي يعني اللي يدخل الفيديو على طول يعمل اللايك. يلا خليكم بقى معايا، نبدا بقى ايه، نبدا بقى ناخد شويه بس حاجات من دي، علشان ايه، علشان النظام اللي احنا عاملينه. الله ينور عليك. الله، الكنتالوب انا قايل لكم عليه قبل كده، تجيبوه من الطريق الصحراوي. الخوخ السيناوي، اجمل خوخ تاكله في العالم كله بقى، اللي هو ايه اسمه، فقش. تقوم فاتح البتاع كده بايدك، الخوخايه تقوم طالعه من بعضها، وممكن تلاقيه اخضر كده ومسكر. صح صح يا متولي، ممكن تلاقيه اخضر ومسكر. السيناوي، ايوه. ما هو ده السيناوي. الله، ها سيناوي مسكر، ده جامد كده ومسكر. انا بصراحه النهارده يا جماعه كان يوم عالمي بالنسبه لي. كان عندي، كنت بركب خزان ميه عندنا على البيت، الخزان التاني بتاعنا باظ، فجبت خزان جديد. دخلت لي في 3000 جنيه النهارده، وقمت بدري. انا ما بقومش بدري، عملت لي كهربا في دماغي والله. بس كان يوم جميل. بس انت لما انا نفسي ما كنتش مقتنع بالخزان، وكنت بعمل الماتور اوتوماتيك. الماتور، قولوا لي انتوا، الماتور الاوتوماتيك نظافه طبعا، انما الخزان لو عاوز تنظيف على طول، لو ما كانش يبقى نظيف يعني لازم تهزر، هتشرب منه ولا مش هتشرب منه؟ بيقولوا لي في التعليقات النظام، وقولوا لي يعني الوضع يبقى ايه في حاله الخزان. هو خزان من اللي هو الجداد دول، وحلو من جوه ونظيف وكده. والله نسيت اصوره لكم. المهم ايه، يعني شوفوا على المنظر ده، المنظر اللي انت هتشوفوه ده قدام بيتنا، قدام بيتنا. شوفوا كده ايه رايكم فيه، هرجع لكم تاني بعد ما تشوفوه. حلو. المهم ايه رايكم المنظر ده؟ ده قدام بيتنا، منظر جميل. اي والله. المهم ايه، انا مبسوط من الاكل ده. هبدا بقى ايه، كل شوية خضار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. على الله. ربنا. البيض. شوية رز، دي أكلة، أكلة صميم مصرية. طبق الشرب ده جميل. انا ما كنتش عايز اعمل الخزان ده يا جماعه، على رايي، على فكره، بس ام زهير قالت انا عاوز اعمل الخزان. اسمع كلامها والله على طول، احترام يعني، قامت قايله يعني، قالت لي من كام يوم على طول عملته. بس طبعا انا شخصيا
الاوتوماتيك الموتور الاوتوماتيك نظافه وممكن يكون مكلف عشان الكهرباء وكده يعني. ما بقاش طبعا ما تقطعش عندنا. كلام صح؟ أنا نفسي أروح اليومين دول يعني قريب يعني بعمل خطة كده. اقترحوا لي مدينة، أنا أقول لكم ثلاث مدن، هل أروح أقعد في المنصورة أعتبر إن أنا عندي مكان هناك، ولا أروح في دمياط الجديدة، ولا أروح 6 أكتوبر؟ ممكن إيه رأيكم؟ عشان شغلنا ده إحنا عايزين، أنا نفسي أقعد في المدينة عشان شغل ده، عشان أطوره، عشان أنا قاعد طبعا هنا زي ما قلت لكم قبل كده، إحنا قاعدين في بلد ريف، بلد فلاحين، الإمكانيات في المحلات ومطاعم إمكانيات محدودة للغاية. ولا هل أنا مش هعرف آكل من إيه في مكان تاني عشان يعني أكل أم زهيلة؟ إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في الموضوع ده يا جماعة؟ شوية خضار بجد نال عليه الحكيم. حلوين قوي يا جماعة بجد. بس المنصورة بقت زحمة قوي. المنصورة دي بلدي وأنا أحب المنصورة، أنا عشت في المنصورة دي كام سنة إقامة دايما وبحبها جدا المنصورة. بس المنصورة على الوقت يعني أنا بسيب العربية وبمشي من غير عربية، باخد عربية بسواق معايا علشان زهقت من العربية من السواقة في قلب المدينة. دمياط الجديدة بلد جميلة، تحس إنها حتة من أوروبا بجد. اي حد من الدول العربيه يجي يروح دمياط الجديده دي هيتبسط منها جدا. بس احنا قاعدين هنا في بيوت واسعه، هل الواحد هيستحمل يروح يقعد مثلا في بيت مش واسع زي بيتنا كده هيتخنق؟ هل ده انت متعود على مكان برح زي ما بقوله واسع، هل تقدر تروح تعيش في مكان مغلق؟ مش عارف. ولا ايه رايك في الكلام ده؟ ها؟ كلام زين. والله العظيم ما بيهزر. الله 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 الله. حلو قوي جد. شايله كلت؟ متبهدلة. فرفور. فرفور ايه؟ فرفور زي احمد حلمي لما كلت في سيف. حتى؟ ده انت فرفور. انا سمعتك يا كلب. بعدين انا عايز اقول لكم اسالكم على حاجه ثانيه يا جماعه، هل انا كيوتيوبر، انا ماليش دعوه بالناس زمايلنا في الشغل يعني اليوتيوبرات التانيين، هل انا مثلا ممثل؟ انا ما بمثلش. ولا بمثل؟ انا ما بمثلش. انا اكيد ما بمثلش. انا بتكلم معاكم اكني قاعد اتكلم مع اي حد اعرفه كده عادي يعني على طبيعتي يعني. انا بتكلم على طبيعتي خالص، وما بحبش انا حتى اي يوتيوبر يجي يلقاه مظبوط قوي في لبسه، معمول يعني مش فاهم يعني ايه. خليك على طبيعتك. انا عاوزك عايز انت عايزك تشوف ان انت عرفتني كده زي ما انا كده وانا كده. ما تنسوش اللايك
اعملوا لايك للفيديو ده وشيروا الفيديو ده وشيروا الفيديوهات التانية. وعايزكم تشوفوا الفيديوهات القديمة وتشوفوا الفيديوهات اللي بحطها لكم على المنتدى. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام.